العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمدك اللهم حمد الشاكرين ونشكرك شكر الحامدين، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. أما بعد، حياكم الله جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أن المؤمن القوي، وكلمة المؤمن القوي كلمة واسعة، القوي في دينه، القوي في بدنه، القوي في إحقاقه للحق وإبطاله للباطل، خير وأحب إلى الله تبارك وتعالى من المؤمن الضعيف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، وهو عنوان هذا اللقاء، احرص على ما ينفعك. كل ما يعود عليك من نفع في الدنيا والآخرة احرص عليه، اجعل يومك أفضل من أمسك، واجعل الغد أفضل من اليوم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله ولا تعجز، لا تتكاسل، استعن بالله في قضاء حوائجك ولا تعجز. فكثير من الناس الآن أصابه هذا العجز وهذا الضعف وهذا الفطور، تراهم تمر عليهم السنين والشهور والأيام وهم على هم عليه من العمل، يتقدم أحدهم في السن ولا يعرف شيئا عن فعل الخيرات، لا يحافظ على أداء الصلوات في جماعة وفي أوقاتها، لا يعرف شيئا عن قيام الليل، لا يقرأ ورده من القرآن الكريم، بل هو ممن نسي حفظه. استعن بالله على نفسك، هذه النفس الأمارة بالسوء، كما قال ربنا تبارك وتعالى. سفيان الثوري رحمه الله، هذا الرجل العابد الزاهد إمام أهل الحديث، قال: حرمت قيام الليل فترة من الزمن بسبب ذنب أذنبته، حرمت قيام الليل فترة من الزمن بسبب ذنب أذنبته. ولما جلس الإمام الشافعي رحمه الله بين يدي الإمام مالك رحمه الله يتعلم منه العلم، قال الإمام مالك للشافعي: يا غلام، إني أرى أن الله تبارك وتعالى قد ألقى على قلبك نورا. انظر العبارة، إني أرى أن الله تبارك وتعالى قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. بفراسة ونظرة الإمام مالك الثاقبة للمستقبل، عرف أن الإمام الشافعي سيكون له شأن عظيم في يوم من الأيام، ولكن هذا الشأن يتعلق بأن الإمام الشافعي يبتعد عن المعاصي. احرص على ما ينفعك، فإذا هممت بصدقة بإخراج صدقة فبادر بإخراجها على الفور قبل أن يأتيك إبليس ويفتح عليك 70 بابا من الفقر تمنعك من أدائها. احرص على ما ينفعك،
وإذا سمعت نداء الله تبارك وتعالى للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، فبادر على الفور بالتطهر وأسرع إلى المساجد ولتكن في الصف الأول وتؤدي هذه الصلاة بأركانها وشروطها وسننها وخشوعها، ثم بعد ذلك تنصرف وقد أثرت فيك هذه الصلاة تأثيرا كليا على جسدك، على جوارحك، في قلبك، على لسانك، على وجهك، في معاملتك بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان، لو يعلم الناس ما في النداء وما في الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، أن يقترعوا عليه لاستهموا من شدة فضله. ولو يعلم الناس ما في العتمة، يعني في صلاة العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا، أيضا من شدة ما فيهما من ثواب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن احرص على ما ينفعك، واقرأ القرآن كثيرا، ولتجعل نصب عينيك، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تصعد إلى الدرجات بقراءتك للقرآن، آخر منزلة تصل إليها بآخر آية كنت تقرأها. اجتهد في طلب العلم، العلم النافع لا العلم الضار، العلم الذي يكون طريقا للوصول إلى الله تبارك وتعالى بحق. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتناوب مع جاره في النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل عمر رضي الله عنه يوما فيسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله من أوامر، من توجيهات، من نواهي، ثم يعود بذلك كله إلى جاره، ثم ينزل جاره في اليوم الثاني فيسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعود بذلك كله إلى عمر بن الخطاب. انظر إلى الحرص على ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق كل ذلك على أرض الواقع. اجتهد أيضا في فعل الخيرات، في الصدقات. يقول القائل: يبقى الثناء وتذهب الأموال، ولكل دهر دولة ورجال، ما نال محمدة الرجال وشكرهم إلا الجواد بماله المفضل. اجتهد أيضا في فعل الطاعات. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما تقدم سنه كان يجتهد أكثر في فعل الطاعة، فقيل له: هل رفقت بنفسك؟ ارفق بنفسك وبسنك. ودائما أقول كلما يتقدم الإنسان في السن هذا داعي أكبر لأن يجتهد أكثر وأكثر. فقال أبو موسى كلمات تكتب بماء الذهب، قال: إن الخيل إذا أرسلت، يعني في السباق، إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها، خلاص أوشكت على نقطة النهاية، أخرجت جميع ما عندها. يعني هذا الرجل المسن قارب على نهاية عمره، فيجب عليه أن يخرج جميع ما عنده. قال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، وما بقي من أجلي أقل من ذلك بكثير، ومات على هذه الحالة من الاجتهاد في العبادة. اجتهد وافعل، حتى لو أنك هممت ولم تفعل ستؤجر بنيتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة. لم يفعلها لكنه كان حريصا على أن يفعلها. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه.
هو كان حريص أن يموت شهيد، لكنه لم يمت شهيدا. حتى لو أنه مات على فراشه في بيته بلغه الله منازل الشهداء بنيته. قال صلى الله عليه وسلم: تعلمون أن غزوة تبوك كانت غزوة صعبة جدا بالنسبة للمسلمين، تسمى غزوة العسرة لما فيها من مشقة في شدة الحرب، قلة المؤن، قلة الزاد، قلة العتاد. فجاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، خذنا معك نجاهد نقاتل. النبي اعتذر إليهم لأنه لا يجد لهم ركوبة أو مركبا أو ظهرا يركبون عليه، دابة. فاعتذر إليهم، فأثر ذلك في أنفسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى القرآن الكريم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء كانوا حريصين على أن يخرجوا يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يستطيعوا. يقول النبي فيهم صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه الذين قاتلوا وجاهدوا وغزوا معه، قال: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العصر. كانوا معكم بأي حال بنيتهم يؤجرون على ذلك، وإن كانوا لم يجاهد وهم جالسون في المدينة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهم بالثواب. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له صلاة بليل، إنسان متعود يصلي ركعات في جوف الليل وفي ليلة من الليالي نام لم يستيقظ إلا عند صلاة الفجر، قال صلى الله عليه وسلم: من كان له صلاة بليل فنام عنها كتب له أجر صلاته. كأنه صلاها بنيته، ليس هذا فحسب، وإنما وكان نومه عليه صدقة. انظر إلى الأجر الكبير. لا يكن أحد منا من أهل هذه الآية يقول ربنا تبارك وتعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يبين الله تبارك وتعالى أيضا في آية أخرى أن الناس يختلفون في أمنياتهم في دعواتهم، منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا فقط، ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيهما أفضل، يتمنى الإنسان شيئا زائلا أم يتمنى شيئا باقيا عند الله تبارك وتعالى؟ ليكن كل واحد منا كعجوز بني إسرائيل. ما قصة هذا العجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة: يا رسول الله، عندما قال أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ قالوا: ومن عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أو الخبر رواه الطبراني: لما سأل سيدنا موسى عليه السلام قومه عن قبر سيدنا يوسف عليه السلام، قالوا: لا نعرفه، لا يعرفه أحد منا إلا امرأة عجوز تعرف قبر سيدنا يوسف عليه السلام. فأرسل سيدنا موسى إلى هذه العجوز، فإذا هي عجوز قد رقع عظمها وكبر سنها واحدودب ظهرها، فقال لها: أتعرفين مكان قبر يوسف عليه السلام؟ قالت: نعم، ولكني أشترط، لا أدلك عليه إلا بشرط. ما هو الشرط؟ أن أكون معك في درجتك في الجنة. سيدنا موسى كأنه استعظم هذا الأمر، من أجل أن ترشديني على قبر سيدنا يوسف عليه السلام تكوني معي في درجتي في الجنة؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إلى سيدنا يوسف عليه السلام
أن قل لهذه العجوز أنت معي في درجتي في الجنة، فأخبرها. فلما أخبرها دلته على قبر سيدنا يوسف عليه السلام. الشاهد، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذه الرواية، نزل على أعرابي في أحد أسفاره فأكرمه الأعرابي. فكما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما كان يكافئ من يقدم له معروفا ويزيد على ذلك، فقال للأعرابي إذا جئت المدينة فأتني. لم تمضي إلا أيام قلائل وجاء هذا الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نهاية اللقاء قال له سلني شيئا. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الأعرابي سلني شيئا، اسأل تمنى. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة سلني، إذا فتحت لهذا الصحابي أبواب الجنان. لكن هذا الأعرابي لم يغتنم هذه الفرصة، فلما قال له النبي سلني قال يا رسول الله أسألك دابة أرجع بها إلى أهلي. شوف النظرة الدنيوية، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فأمر النبي له بدابة. النبي بيكرر هذه الجملة، يا أعرابي سلني، وكأنه يريد أن يوقظ هذا الأعرابي إلى أن يسأله أمرا أخرويا ليس دنيويا. فإذا بالأعرابي يكرر هذه، يعيد هذه الكرة، فيقول أعزكم الله يا رسول الله أسألك كلبا يحرس غنمي. فقال له في الثالثة يا أعرابي، بعدما أمر له بكلب، يا أعرابي سلني. فإذا بالأعرابي يعيد الكرة مرة ثالثة فيقول يا رسول الله أسألك خادمة تخدم أهلي. هنا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويعنف هذا الأعرابي قائلا أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل التي قالت لسيدنا موسى عليه السلام أسألك مرافقتك في الجنة؟ سألها كثير من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، صحابي يسمى ربيع بن كعب رضي الله عنه بات مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فلما جاء بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ النبي ثم نظر إلى ربيعة فقال يا ربيعة سلني حالة. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة فقط. قال يا ربيعة أو غير ذلك هل تريد شيئا آخر؟ قال لا. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. كل ما قلته يتلخص في بيت شعر واحد، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات، هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.